الزراعيه مباشر. انا حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل يا بيس. عايز محدش يسمع لنا. الزراعية مباشرة مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يومين واحنا بنتكلم على الانتخابات وبنتابع ماذا يحدث في الانتخابات البرلمانية، بنتكلم على إقبال الناخبين، بنتكلم على مشاركة الشعب المصري في تحديد مصير البرلمان القادم. تابعنا كل هذه الإجراءات، هناك فرز للجان وفي لجان انتهى الفرز، في اعلان عن النتائج، في اعاده، عندنا عمليات عديده جدا بتتم الان من اجل ظهور البرلمان المصري ان شاء الله في التوقيت او في التوقيت الحالي. لكن كنا بننبه وبنقول ان احنا اذا كنا بنتكلم على الانتخابات وبنتكلم على متابعتها في هذا التوقيت، احنا عندنا جانب مهم جدا وهو العمل والانتاج. لازم نطمن ان احنا عندنا انتاج. زي ما ذكرت في البداية، مصر فعلا خلال اليومين الماضيين كانت يعني بترسم من خلال المشاركة في استحقاقها الديمقراطي الثالث، بترسم الأيام القادمة، بترسم الأحلام اللي المصريين كانوا بيحلموا ان هم عندهم برلمان قوي يقدر يحقق لهم آمالهم وطموحهم. كان تحسما لضعاف النفوس ممن لا يتورعون عن الخروج عن القانون، شكلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة غرف عمليات مركزية، ده لتلقي بلاغات التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا خلال أيام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، للوقوف في وجه من يستغل انشغال أجهزة الأمن في تأمين سير العملية الانتخابية ويقوم بالتعدي على الأرض. بتقوم أجهزة حماية الأراضي بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف فور تلقي البلاغ بوجود مخالفة للتعدي. إدارة حماية الأراضي أكدت أن هناك منشور من قبل الإدارة تم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات لإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة. وصلنا ودخلنا في مرحلة ما فيهاش تهاون، نتكلم على تنفيذ القانون بكل قوة، لو في مخالفات هيتم تحويلها للنيابة. تكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضي للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضي والتنسيق مع مختلف المحافظات. بمعنى إن أنا بيجي لي تقارير يومية، بيجي لي تقارير مكتوب فيها ومذكور فيها حالات التعدي، مدى مطابقتها لأرض الواقع، هل هذه الأرقام دقيقة وصحيحة؟ ده أيضا بيتم التأكد منه، وأيضا في طرق وتسهيلات لازمة علشان نقدر نوفر معدات جهات تحسين الأراضي لمساعدة المحافظة في إزالة المخالفات فورا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة للزراعية مباشرة.